في غضون ذلك ومع استمرار القصف الروسي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تفكر في تقديم دعم لآلاف من مقاتلي المعارضة السورية، وقد يشمل الدعم أسلحة وغارات جوية لمساعدتهم في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من جيب استراتيجي من الأراضي السورية يقع بمحاذاة الحدود التركية. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الاقتراح الذي يدرس حاليا يقضي بدعم الولايات المتحدة وتركيا تجمعا أغلبه من المقاتلين العرب، ويضم أفرادا من جماعات عرقية متعددة.